الناس ملك الناس. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، انا اللي ديما كيكون عندي روتين مره في السيمانه، ومع كيدخلوا عندي الناس بزاف كيف ما راكم تعرفوا، يعني كيدخلوا الناس بزاف، وبالنسبه للصبابط ما كيحطوهمش وكيبقاو وحدهم اما الكوزينه ولا صالونجي. دونك انا غنقول لكم باش كنجفف في الدار ديالي مره في السيمانه او مرتين في السيمانه. هذا العرعار والخزامه، يعني كنت يعني مطيباه عرعار والخزامه، كل ما يعرف العرعار والخزامه هذا يعني من الجراثيم كما راكم تلاحظوا. العرعار والخزامه باش كنجفف هذا العرعار وهذه الخزامه، يعني خزامه كيف ما الواحد كيعرف ديما. انا هذا هو البخور ديالي، يعني كندير الخزامه في البخور. كل باقي هاد الملحه، هاد الملحه زوينه بزاف. هادشي باش كنجفف البيت ديالي كنعقبو، يعني مره في السيمانه او مرتين، وعلاش علاش ما قدرت كنضيف شويه تاع الخل، قرعه مازال ما محلوله. ما كنستعملش جافيل، كنخاف جافيل اللي يطاشي ليا، جافيل اللي يقدر يطاشي ليا الكنابي او الفوتاي. بغيت عرس سكت. كنضيف الخل، خل عادي يعني الخل الابيض هكا. كنكون صابون كما راكم تلاحظوا، هذا دابا تعقيب البيت، وهذا الشيء باش كنجفف انا يعني الدار ديالي. ولا حبيت سميتو حبيت نزيد شويه تاع هاد البرودوي اللي انا كنشري عاوتاني ديتول، كندير منو غير جوج ديال هذا. شوفوا هاد الشيء دابا، هاد البرودوي ها هو طلق الصابون كما راكم تلاحظوا، يعني طلق الصابون، طلق الصابون هاد البرودوي. شنو اللي كيخلي الصابون يطلق؟ الخل وهاد الملحه، هاد الملحه ضد جراثيم. شوفوا كيفاش كتستعمل في الماء، كتستعملها في الزرابي. كما هادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك نقدر نضيف واحد جوج ثلاثه، هذا تعقيب الدار ديالي كلشي من كلشي، من البكتيريا، من جميع ما يكون. شنو اللي كنحتاج لهذا الصابون؟ هذا كيكون عادي، كنحتاج الخل يعني ديري القياس، وكنحتاج خزامه والعرعار يكونوا مرقدين، ديجا مرقدين في الماء او يكونوا طيبين او مرقدين، المهم انا ديما دايرهم هنا، كنشد قرعه كنرقدها وكنديرها في الثلاجه كتبقى صافي. وكنضيف هاد الملحه، هاد الملحه اللي كنقول لكم كنديرها الجفاف كدارتها في الخبز. اوكي دابا غادي نمشيو نجفو على بركه الله. بالنسبه ليا البنات، انا البخور ديال الدار ديالي هو الخزامه والعرعار والزعتر، هذا هو بخوري في الدار ديالي، الخزامه العرعار الزعتر ورقه الغار القزبر، هذا هو بخوري، ما كنديرش شي حاجه من غير هاد الاشياء. ما كنجيب لا داكشي ديال الفاسوخ وداكشي ما عارفه شنو فيه، يعني هذاك هو اصلا مؤثر. انا اللي كندير انا هو هاد الاعشاب الطبيعيه باش كنبخر الدار ديالي. حتى الشمع ما كنشريش، قليل فين كنشري الشمع، حتى معطر الجو ما كنشريش، معطر الجو هو الخزامه اللي كتعقب الجو. ايوا بسم الله، دابا غادي نبداو على بركه الله وحفظيه. دوزو على القنيتات هكا، والريحه غزاله، الريحه زوينه الريحه. خوتي خواتاتي، دوزو على دارنا هكا، نقيوها الحمد لله. كيف ما راكم تلاحظوا كلشي مقيقي، دونك هكا استمروا هكا. See?
هذا راه ديال المغرب هذا. استمروا هكا صافي. حنايا دابا سيبنا هنايا نضفنا الدار دابا كملت هنا. دابا غادي نمشي دابا شوفوا الجو عندنا كيداير. غادي نمشي لهاد الباب تاع الجردة وغادي نكمل الخدمة تاعي معايا البنات. سمحوا لي الا تكيت كاين هادي الصندالة. كما راكم تلاحظوا عندي هنا. عندي القرقاع والنعناع بلاتي تخرجوا معايا بلاتي. اجي تشوفوا معايا اش عندي. اجي جو معايا انتم واش عندي. هذا القرقع البنات نشوف شاي وهالو نعيني عاد شتوم. واش كتشوفوا معايا نعيني عاد ولا كتشوفوا معايا هادو نعيني عاد صدع عليهم هنايا مرتلش زعما تاع هنايا. هاد الدكتور شعير كان مطيبين شي كلو نعناع. هاد تشوفو معايا الدنيا كي دايره برا. خليكم تشوفو معايا الجردة كي دايره في هاد الوقت. شي جردنا كي دايره في هاد الوقت راه ما يتشاف كلشي عامر بالتلج. هي بنغوين ديال التلج مكنعقلش على والدي. هو دابا هادي كتبونش انا اش كندير. دابا هادي غندير ليها هكا كيكون فيها البول تاع الفيران ندير ليها هداك الشي لي جففت بيه. غادي نعقب هادي هذا
غندير لها ها شتو حتى هي غتنقع دابا بلات مزيانة وهذا هو نهار السيمانة عندي كيكون هكا نهار السيمانة هكا كيكون عندي أنا نهار السيمانة هكا بعد شوية هادشي اللي كاين البنات قدروش دابا نمشي دابا شي بلاصه ما نقدرش رسالة جفاف شكرا على المشاهدة السلام عليكم لاباس كي دايرين بخير لاباس عليكم صحة لاباس ان شاء الله كل شيء يكون على خير وبخير يا ربي دابا انا رايحة نجيب واحد السخرة من عند صاحبتي غنمشي في السيارة ديال الراجل ديالي وبغيت نشارك معكم هذا الطريق وهذا الثلج اللي انا غادي نمشي فيه وغادي نسوق فيه وخليكم معايا في لاغوت ونوريكم الدنيا عندنا كي دايره هانتوما لاحظوا راه كلشي بيض وانا راني ديما هي انا ما كلبش الحوايج بزاف وهذا الشيء اللي كاين اخوتي اخواتاتي دابا انا غادي نمشي في هاد السياره اللي كتشوفوها عامره بالثلج وغتخليكم معايا في الطريق ان شاء الله مهم انا عطيتكم واحد القيطات نتمنى بالنسبه للبنات اللي عندهم البيرمي جديده وهذا نتمنى البنات يستافدوا منها هو كان طلبتني واحد صاحبتي بزاف قالت لي يمكن لك ديري لينا شي فيديو ديال السياقه هكا وانا دابا ما يعني ما عنديش خص اللي يصور لي المارشريان واللي يصور لي يعني هذا ما لقيتش اللي يصور لي وهذاك الشيء علاش ما استطعتش ندير شي فيديو بالنسبه للبنات اللي يلاه صاقوا يلاه زعما خداو بيرمي وبداو كيسوقوا السياره هذا الشيء اللي قدرت عليه حيت دابا غاده هكا قلت انا ندير معاكم يعني هكا يعني على حسب الثلوج او على حسب الشتاء حتى ملي كتكون الشتاء وملي كيكون الثلج البنات كتكون شويه صعيب الانسان يمشي على قد الشوف ديالو يعني على قد ما تقدري تشوفي في الطريق الفراجات خصك تقراطي تنقصي تمشي على استطاعتك وبالنسبه للمهم ديما كتمشي على استطاعتك ولا ما كاين لا ثلج لا شتا كتمشي على قد البلايك اللي هما قدامك ديما تشوفي البلاكه اللي قدامك هي اللي كتمشي على قد البلاكه وعلى الاستطاعه ديالك يعني اللي تقدري تحكمي في السياره ديالك هادشي اللي بغيت نقول لكم وبيزو وليمن ليمن 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 ديما اول ما كتعلمي في السياقه كتعلمي تشدي اليمين ديالك اختي